طالبة بالصف الثاني الإعدادي بمحافظة الدقهلية في مصر تبلغ من العمر 14 عاما، صوتها ملائكي وبدأت تنتشر غنائيا في جامعات مصر وقصور الثقافة وتبهر الجميع بأدائها لأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم. وكانت المفاجأة أنها من قريبات أم كلثوم، حيث إن شقيقة أم كلثوم هي جدتها لوالدتها، وتعتبر والدتها وخالها آخر الورثة الباقين لكوكب الشرق. للمزيد تنضم إلينا من المنصورة من بيتها تحديدا سناء نبيل التي أصبحت تعرف بحفيدة أم كلثوم. صباح الخير يا سناء. صباح الخير سناء. صباح النور. سناء، أنت عمرك اليوم 14 سنة، ومؤخرا يعني في الأسابيع القليلة أو الأشهر الماضية بدأت بالانتشار، رغم أن أنت من أو قريبات كوكب الشرق أم كلثوم. ليش هالتأخير؟ وكمان أنت شاركتي في The Voice Kids بس حتى ما وصلتي، يعني ما تخطيت المراحل البدائية. هل هالشيء صدمك كونك أنه أنت من قريبات أم كلثوم؟ توقعتي تحققي نجاح أكثر؟ هو ممكن شوية، أنا توقعت أن يبقى فيه يعني يبقى فيه لي خطوة كويسة في البرنامج ده، بس ما حصلش نصيب أن أنا أدخله. طيب سناء، بسألك كمان معلش أسئلة خاصة شوي وصححي لي إذا كانت معلوماتي خاطئة. أم كلثوم عندها أخ اسمه خالد وأخت اسمها سيدة، فإذا أنت تكون سيدة هي جدتك من أمك، صحيح؟ أيوة تمام. طيب ممتاز، طالما أكدت المعلومة إذن كذا إحنا ممتاز. طيب من اللي اكتشف موهبتك في الغناء سناء؟ أول من اكتشف هذه الموهبة؟ هو اللي اكتشف العيلة، بابايا بالتحديد يعني. طيب كيف اكتشفها؟ يعني كنت بتغني في البيت؟ يعني كيف تم عملية الاكتشاف أكيد، ومن أي عمر؟ من وانا عندي 9 سنين رحت لقصر الثقافة بالمدينة بتاعتنا بسملوين، وغنيت هناك في كورال قصر الثقافة، ورجعت لبابا قلت له ان انا يعني صوتي حلو وغنيت اغنية اديتها حلو، فبس بدأ يجري ورايا الموضوع ده. طب سناء، انت ما انت خايفة انه من كثر ما تعلقك يعني بأم كلثوم وايضا صلة القرابة اللي تجمعكم انك تكوني عايشة في هالإطار يعني طول مسيرتك الفنية، ولا أنك تفكري أنك تخرجي من هذا الإطار أيضا؟ لحد وقت معين هفكر أن أنا أخرج طبعا، لأن ما ينفعش أن أنا أعيش في دور أم كلثوم على طول. صحيح. طيب سناء، كونك كمان من أقربائها، بس عارفين أنت، أنا طلبت منك أنك تجهزي شوية أغراض أو حاجات لأم كلثوم أنت حصلت عليها عائلتك، لو تحدثين عن بعض القطع الموجودة. شايفين في نظارة، في صور، كلمينا عنها، في شنطة. هو اللي يكلم حضرتك عنها ماما، بس هي جوه الوقت يعني مش هينفع. اوكي طيب، بس قولي لنا هي في حته وهي في حته ثانيه خالص. يعني هي ايش رمزيه هي الصور او الاغراض؟ يعني هي في صوره ده جد مامتي مع ام كلثوم. اوكي، هو جدها جد مامتك اللي هو يقرب ايه لام كلثوم؟ ايوه، ابن اختها. ابن اختها. طيب سناء، احنا ودنا نستغل وجودك معنا وتسمعينا حاجة من صوتك الجميل، ايش محضرة لنا؟ حاضر. في اغنية اسمها حقابله بكرة لأم كلثوم. يا تفضلي. حقابله بكرة وبعد بكرة، حقابله بكرة وبعد بكرة وبعد بعده، وأقول له بكرة حقابله 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 بكرة حقابله بكرة، يا عيني طيبي لقيت حبيبي وكان نصيبي أقابله بكرة، يا عيني طيبي لقيت حبيبي وكان نصيبي أقابله بكرة، أقول له أهلا ويقول لي سهلا، أقول له أهلا ويقول لي سهلا،
ويفوت نهارنا من غير ما ندرى، ولما فوت واقول له بكرة حابله 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 بكرة حابله بكرة. الله عليك الله عليك. واضح انك انت مرشحه كمان اليوم، لكن اسم الله عليك صوتك وطبقه صوتك مثل قريبه من ام كلثوم، حتى بعضهم قالوا ايضا شكلك يعني ممكن الجينات لها دور، تعتقدي ذلك؟ ممكن يا ريت. طب سناء انت بتشتغلي على البوم مثلا، هتطرحي اغاني قريبا، ولا اول عمل هيكون مستوحى من اعمال ام كلثوم، ولا على طول رح تعملي شيء خاص فيكي؟ لا في البداية ممكن يعني استعير بأعمال أم كلثوم كبداية، إنما بعد كده هعمل يعني أعمال خاصة بي. أنت من محافظة الدقهلية صحيح؟ هي مسقط رأس أم كلثوم كذلك. هل أنتوا عايشين فيه من فترة طويلة يعني؟ أنا مولودة 14 سنة عايشة هنا. ممتاز ممتاز. أيوه. طيب انت خلص. طيب نختم بأغنية. انت في أغنية عن الصباح كمان، بما ان احنا برنامج صباح العربية احنا رح نشكرك ونختم معاك بهالأغنية. طبعا سناء نبيل اللي اصبحت تعرف بحفيدة ام كلثوم رح تودعنا بطريقة خاصة اللي هي بأغنية لأم كلثوم. يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا، الكران غنى وصحانا وصحانا. يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا، الكران غنى وصحانا، والشمس هي طلع وضحاها، والطيرة هي سرحة بسماها، يلا معاه يلا معاه يلا معاه. يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا. يعطيك ألف عافية سناء. شكرا لك سناء. فما الله، احنا اشرنا لكم كذا، توقعنا انه خلاص هذا الختام. نشوفكم بكرة. حب نودعكم كمان.